وفي مستجدات وتحقيقات الوبائية في المغرب يتواصل المنح التصاعدي لأعداد الإصابات والحالات الحرجة، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1153 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة مقابل تعافي 1580 شخصا، وذلك خلال 24 ساعة. وتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الأولى 11 مليونا و410 آلاف شخص، فيما يصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أزيد من 9 ملايين و692 ألف شخص.